اهلا وسهلا فيكم بصفحة ايزي ميكانيك. اليوم رح نشوف غيار الكوليه بالطريقة السهلة، حتى لو ما عندكم العدة الكافية لا تعملوا هيدي العملية رح نشوف هلا بهالطريقة كيف رح نخلصها بطريقة سهلة. من بعد ما فكينا الدولاب اكيد شلنا الاربع براغي، رح نبلش بفك السيلندر. نحل البراغي بهيدي الطريقة بمفك بواسطة مفك على الكولية القديمة، بنقرص البيستون مثل ما عم بتشوفوا، بنقرصه لجوا تيرجع البيستون لمحله، حتى لو ما كان عندنا العدة الكافية بهيدي الطريقة بنكون خلصنا العملية. بنشيل البرغي الثاني على الاخر تنشيل السيلندر من محله. نرجع نكبس شوي صغيرة تنأكد انه مش الحال. هيدا البيستون راجع لمحله على الاخر. هالكولية خالصة على الاخر بدنا نغيرها. أول خطوة بدنا نتأكد كمان إذا في تكربش بالأكوسة كرمال عملية التآكل تكون صحيحة. طالما الأكس عم بفوت ويطلع بطريقة سهلة جدا، يعني شغلهم ماشي طبيعي وما في أي تكربش. هلا بنركب الكولية الجديدة. نشيل بهالطريقة تاني مال إذا عذبتنا. بدنا نتأكد من الحديدة إنه ما تكون دقة بالديسك لما تعمل صوت. عم يبرم كل شيء طبيعي، نتأكد من البرمة تبع الديسك إنه ما في صوت، ما في أي احتكاك تاني. بنركب السيجمون من فوق ومن تحت. نرجع نركب السيلندر. الترغي لازم يفوت بطريقة صحيحة وسهلة، وإلا بيكون في تركيب خاطئ بيؤدي لأشياء ما بدنا إياها. والميل التحتانية وبنرجع بنشد أكيد. نتأكد من الشد من فوق. بنركب الدولاب باخر عملية وبنكون خلصنا من عملية تغيير الفريمات بطريقة سهلة جدا بدون العدة اللازمة، بالعدة الموجودة بين ايدينا من دون السبيشال تولز. اكيد بنركب البراغي بايدنا تا يفوتوا بطريقة صحيحة، ما نضطر يكون في سن قلوق يعمل مضاعفات لبعدين نضطر نغير قطع ما لها داعي. براغي الدوليب اكيد بينشدوا بطريقه مقابيل بعض، ولهون بنكون خلصنا عمليه غيار الفريمات. شكرا.